اهلا وسهلا. الي دائما يتعب معنا. صباح النور. صباح الورد. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور. حرام والله حرام. عم بشرب شوكليت. على الشوكليت ايه والله. صباح النور جوستاف. انا متاكد اليوم رح ناكل اشياء طيبه. انا شفت شيء يشبه الباستا صح؟ عملنا باستا بالمحار وعم بسرق شوكليت من عند شيفنا. مول مول صح بالفرنش مول. هذه لولو علمتني في الفكره وانا بالفرنسي ما اكو يعني. مشاهدينا اهلا وسهلا. خلينا بعد اذنكم نبدا بشكل سريع حتى نشوف ابرز الهاشتاجز اللي برزت بالساعات القليله الماضيه. واكو تنويه من حوالي 17 ساعه من الان كان اكو هاشتاج بالمملكه العربيه السعوديه انتشر وكان عن ايقاف حساب الشيخ سعود الشهيم امام الحرم المكي. والفكره كانت منه كانت بالتحديد انه هل هو من اغلق الحساب او هناك من اغلق الحساب. وعلامات الاستفهام ما زالت واضحه. طبعا ما راح نتكلم عن الموضوع حتى تكون يعني خبر دلوقتي بفلوس بكره يبقى ببلاش. فننتظر شويه ونصيحه سريعه للناس ما حد ياخذ يعني يجيب عن علامات الاستفهام بشكل يعني مو منطقي. خلينا بعد اذنكم نشوف ابرز الهاشتاجز. طبعا واضح والشيء اللي تمركز امس كان جمعه الكوشوك بالنسبه للاحداث اللي صارت في غزه وكميه طبعا راح نشوف الفيديو ماكو داعي نتكلم عن التفاصيل لان راح نشوف الصور. سد النهضه كان بالنسبه لمصر. مذبحه الاطفال في افغانستان تكلمنا عنه يوم امس لانه كان فعليا لاكثر من 48 ساعه فكمل وما زال لحد الان ترند. إذا كنت كويتي أصلي هذه شوية أشياء لطيفة كانت بالنسبة لدولة الكويت. وسيدر بالنسبة لكذلك المؤتمر الحاصل في فرنسا نتكلم عن آخر شيء عن نزل سنابك اللي وصل إلى العالمية بالنسبة لدول الخليج. خلينا نشوف أول صورة معانا واللي راح تكون عن نزل سنابك. الصورة الأولى ما عاد البيوت أسرار. طبعا الفكرة واضحة بعملية عدم وجود سرية وعدم وجود اهتمام واسع. أريد أسأل اللطفاء يا جماعة ما رأيكم؟ نبدأ من جوستاف نور. السرية بسناب شات بما أنك أنت كذلك لابس نظارات سناب شات لليوم الثاني على التوالي يعني صور يلا. سرية؟ أكيد لازم يكون في برايفسي، لازم يكون في سرية. بمعنى أنه أن سريتك حياتك أنت ولا حياتك أنت تنزلها على الهواء ولا تنزلها يعني للناس على النت؟ لما انا بدي احط شغلي على الانترنت يعني عاملها بابليك فهذا شيء انا بختاره زي. بس مش انه مثلا انا حاطط اشياء سريه وفجاه الاقيها صارت بالعلن بطلت. هو بالنهايه المستخدم هو لازم يكون عنده القرار لحتى يختار شو بده يكون من حياته علني وشو بده يكون صح. خاص. اذا القضيه نسبيه اتوقع هذه انت يعني خيار شخصي هو علمك نفس الفكره. هو دائما بيعلمني يعني هو كمان الاجيال فرق الاجيال يعني بنلاحظ انه اللي اصغر منا عمرا عندهم القابليه اكثر انه يشاركوا على وسائل التواصل الاجتماعي حياتهم اكثر من الاجيال اللي اكبر اللي حافظين على حريه اكثر. يمكن نفسرها بطريقه اخرى ويمكن نفسرها بطريقه اخرى زيدا لانه ما ننساوش انه الاجيال الجديده فما كما نقولوا منافسه بيناتهم يعني انه هذا عمل حاجه فانا لازم نقلده. هذه هي انا صراحه اللي لفتني هو اكيد مثل ما قالوا الشيف انه موضوع نسبه قد ايه واحد بيختار انه يشارك صح. امور خاصه ولكن اللي لفتني انه قد ايه كمان موضوع نسبه قد ايه واحد بيختار انه يشوف الامور الخاصه لاشخاص ثانيين يعني انا بنزعج مرات من كثره الخصوصيات المنشوره بحس ما بقى بتابع هذا الشيء. روعه بعد لذلك اتوقع بانه حتكون اهتمام الناس بفكره الاكونت يكون بابليك ولا يكون برايفت يكون عام ولا يكون فعليا خاص. زين ننتقل من بعد ذلك حتى خلينا نشوف الهاشتاج. ننتقل إلى سد النهضة وخبر فشل المفاوضات اللي احتل فعليا المواقع المصرية. كان يوم أمس الإخبارية وزير الخارجية أعلن فشل المفاوضات مفاوضات سد النهضة في الخرطوم. هذا كان الخبر بس بشكل سريع حتى نكون طلينا على الهاشتاج جمعة الكاوشوك. خلينا نبدأ نشوف الصور. هذه الصورة كانت لحجارة اكس اكس لارج كانت بدأت الحجارة شوية يتغير حجمها لما الصراع يكبر الحجارة لازم تكبر أتوقع. فهذه كانت صورة. أكو كذلك صورة ثانية للحجارة بعملية التجهيز مقلاع بس مقلاع صراحة هو الحجارات دعانن لأنه أول واحد شفته كأنه حجر قديم له شكل خاص يعني حجر غالي ديكور ولمبة صح. نكمل من بعد ذلك نشوف كذلك نفس الفكرة داخل الفيديو. هذا كان من أحد الفيديوهات طبعا بس حتى نجهز الفيديوهات بشكل سريع اخترنا هذا الفيديو حتى تكون التفاصيل واضحة لأن باقي الفيديوز اللي موجودة خصوصا عفوا الفيديوهات اللي كانت لايف على الهواء او كانت بالبث المباشر على الفيسبوك كان اغلبها دخان. خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع لكم بس لمحه سريعه. Thank you.
نور تحت الهواء لما احلي بان يعني اكو فيديوهات بها 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 نسبه دخان اكثر، بس هذه فعليا مثل ما ذكرت حتى بس نشوف الوضع العام شلون كان قبل عمليه، يعني بس يكون الدخان اكثر ما راح نشوف اساس الدخان من وين طلع. اكو فيديو طلع، اكو صوره عفوا طلعت جنود اسرائيليين واقفين ومعهم مروحه، فالناس كاتبين الجماعه اشتروا مروحه انه حتى الهواء يطلع. وكان اكو تعليق ما له علاقه بهذا الموضوع قبل ما تشكل هاشتاج حتى شوي نبين الفكره، انه كل الناس تركوا اهل غزه الا الرياح وقفت مع اهل غزه. مو لطيفه بحق الناس، بس اتوقع انه هذا حق يعني. اخ زين، نكمل بعد ذلك وننتقل الى اذا كنت كويتي اصلي. خلينا نشوف اللطافه اللي كان يقول لك اذا كنت كويتي اصلي سالفتك لا تخلو من كلمات كان وشذي وقطيعه وامبيح. خلصت هذه الكلمات الاساسيه بالنسبه لي. اي انا ما فهمت ولا كلمه الا كلمه كان يعني كان، كذي كذي يعني هكذا اذا احببنا. قطيعه هذا نوع من انواع التعبير عن انه يعني مثل شلون بلبناني يبعث لك انه خلاص روح. قطيعه نحن قطيعه قطيعه. وامبي هذه كلمه شو افسر لك، امبي هي لما تريد تفسر عن الاستغراب. امبي صح حق استاذ استاذ يعني سالفتك لا تخلو، سالفتك لا تخلو يعني من كلمه جان وجدي وقطيعه وامبي. والله عيد عيد بالله عليك عيد. سالفتك لا تخلو من كلمه جان وجدي وقطيعه وامبي. والله جيده يعني كبدايه اول مره ممتاز كذي نكمل قطيعه قطيعه ما طلعت الصوره اللي بعدها. اوكي طلعت. اذا كنت كويتي اصلي تعرف تسوي نباطه. النباطه حتى فعليا نشيل علامه الاستفهام. شوف كستر حتى نشيل علامه الاستفهام من حس الناس. النباطه هي خلينا نشوف هذه النباطه. اوه اه تريبوليت من اليابان. لا خلينا بايديك اصلا نباطه 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 بلبنان شنو بعد؟ نقايفه 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 كان احنا نسميوها بلهجه اخرى معناها. فاذا كنت كويتي اصلي رح تعرف تسوي نباطه، اذا كنت تونسي اصلي شو رح تعرف تسوي؟ باني باني. هذا ما تعرفيش باني باني؟ الترجمه مو مكتوبه الترجمه. باني باني هو مفتاح، المفتاح القديم تاع الخزاين فكروه، المفتاح هذاك القديم نحطوا فيه الوقيد اللي يكون موجود على اللقيد نسيت شو تسميه. شوكولا شوكولا. لا لا مش شوكولا. اللي تشعل به النار. الكبريت. الكبريت فوالا. تحط به تحط في وسطه الكبريت وتحط فيه حاجه كل مسمار وتضربه على الحيط. زين. اصوات يعني يا لطيف. يعني هذا اللي كنا نلعبوه قبل ايام شهر رمضان، وقت اللي يضرب المدفع تلقانا احنا الاطفال الكل بالبني بني على الحيط. بني بني. فتشوف الحيط ملي كان ابيض صار اسود. سيدي اول حاجه. طب وثاني حاجه تسمع أصلي. الاصوات كانه فما حرب قامت او هذا. زين اكو عندنا سؤال نور، اذا كنت لبناني اصلي يلا هاي لكم انتم الثلاثه. صحن فتوش. صحن فتوش اه على طول على الاكل. تبولي كبيني. انت لازم تقول شيء العلاقه بالحلو بس شكلك جوعان. ايه هاشتاج جوعان مثل هذا نفس الهاشتاج. ننتقل من بعد ذلك نشوف بطوله البلوت بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه. كان اكو بطوله تسوت، الناس على تويتر اكو ناس حبوا اكو ناس ما حبوا، مشاركه مجموعه فعليا من الاشخاص كان من بينهم عادل الكلباني، واثار الجدل بهذا التفصيل اللي هو كان اللي هو داعيه وبنفس الوقت كان يعني امام للحرم المكي. خلينا نشوف من بعد هذه الصوره، اكو عندنا صوره ثانيه اتوقع. صوره لعادل الكلباني كذلك جالس مع مجموعه من الشباب وعمليه يعني قبل الصوره اللي راح نشوفها بعد شوي اللي هي عمليه توزيع الورق. خلينا نشوف الصوره. فت يا شيخنا وماشيه الصوره والناس فعليا اهتموا بهذا الموضوع. تعليقات كثيره جت على الصوره. شو امين من تحت. تعليقات كثيره جت على الصوره، شارك ما شارك. هو طبعا كان في عنده نوع من انواع الرد على من انتقدوه، بس كان الرد الى حد ما مقتضب يعني ما كان مركز بصوره عامه. خلينا من بعد ذلك نشوف اكو عندنا فيديو. نشوف الفيديو. اه ماكو فيديو. لا من بعد هذه اكو فيديو. من امامه الحرم طبعا هذه احد الاراء، من امامه الحرم الى بطوله بلوت اللهم اني اعوذ بك من سوء المنقلب. هذا كان احد الاراء اللي كانت موجوده، اخذنا بس راي سريع. نكمل. طبعا كان اكو اراء بس حتى فعليا نكون منصفين، كان اكو اراء على تويتر بس كانت طويله تؤيد الفكره ولا ماكو مشكله وخلاص وخليكم موجود، ولكن الاراء الثانيه هي ما اظهرناها. خلينا نشوف هذه هذا الفيديو الماخوذ بشكل سريع ونرجع لكم. تسحب فيديو. طبعا اكو كذلك فيديو ثاني. خلينا نشوف بس بدون ما نسمع الصوت يعني عادي، بس نطلعه بشكل سريع حتى ننتقل للفيديوهات. كذلك كان اكو شخصيات سعوديه، بدنا نتكلم عن شعراء، نتكلم عن لاعبي كره قدم، كان وجودهم اوضح على عمليه الترويج لهذه الفكره.
مع هذا الفيديو مشاهدين كنا احنا انهينا مو الفقرة لا بعد نحن تكون انهينا ال خلاص راح الهاشتاجز الهاشتاجز 100% نكون انهينا الهاشتاج اي والله زين الواحد يضيع انهينا الهاشتاجز ما لها علاقة ب 48 ساعة الماضية خلينا بعد اذنكم نبدا مع صناعة الوهم بس بشكل مرح شوية خلينا نشوف هذه كانت الفكرة الأولى نشوف من بعد ذلك وصل إلى البيت شاف أن الوضع أبدا يعني مو لطيف أتوقع أن عرفت الفيديو أنتم شاف الوضع مو لطيف سأل من الفاعل فما كانت هناك من إجابة كان هناك من وشاية أو وشاية عفوا بالفاعل خلينا نشوف Okay, I'm just getting home and oh my god, look at this. Oh my gosh. Oh my gosh, you guys. Look at this mess. What the heck happened here? All right, which one of you did this? Which one of you guys did this? لا قوي مزاج عالي. إذا كان هذا بالنسبة لي الفيديو قبل الأخير معانا. لما الناس يروحون على الجيم وأتوقع هسه الناس يعني مع الصيف كذا الكل يحب يهتم بجسمه هذه نفس العادة شهر 3-4 الناس يهتمون بأجسامهم قبل الصيف على أساس بثلاثة شهور أنت جسمك رح يصير شنو أرنولد ما شاء الله فالفكرة أنه بشكل سريع لما تروح تتمرن العب على قد وزنك ولا تشوف الناس هذاك صار لكم سنة أنت بعدك يا حبيبي خلينا نشوف فكرت أيامة الجيم بس صورة سريعة أمين أنت كم مضى من عمرك؟ كم مضى من عمرك؟ سنتين عقدين عقدين؟ ثلاثة 28 أمين عمرك والله أنت أصغر من أمين عمرك 28 سنة أمين راح طلع على الجيم ثلاثة أربع مرات أي ثلاثة مرات ثلاث مرات بس خلاص الباقي عندكم يعني تخيلوا الباقي بس على القليل ما صار فيك مثل لا ابدا لا الحمد لله يعني خلصنا منها مشاهدينا كانت هذه فقرتنا بشكل سريع يعطيكم الف عافيه ان شاء الله يا رب ما نكون يعني ثقلنا عليكم دائما تواصلكم معنا يكون عبر الاشياء اللطيفه اللي طلعت اسفل الشاشه هنا فدائما عبر التواصل كذلك المباشره معنا عن طريق الفيسبوك وكل شيء فعليا شفناه على مواقع التواصل ما له علاقه بالهاشتاجز وغير الهاشتاجز هي بعهده مواقع التواصل اي سؤال اي استفسار اي فيديو حبيته فعليا تاخذوه يعني يسهل عملية عندكم كذلك ممكن نرسله بشكل مباشر عن طريق أي سؤال ترسلوا لنا أو عن أي طلب عبر الفيسبوك مثل ما ذكرت وشكرا جزيلا وإلى الزملاء الأعزاء شكرا لك يا أحمد كانت فقرة ممتعة وإن شاء الله نلقاك في الغد مع موضوع جديد و... أنا بكرة لا أنا بكرة عطلة إذا تريدني بكرة أجي على الهواء ما عندي مش مشكلة إيجا تحب غدوة ولا بعد غدوة ماشي خلاص أوكي إيجا غدوة